ميز الفنان اللبناني جو أشقر بأعماله الفريدة يلي بيغلب عليها على طول طابع الفرح والحيوية، وحالياً عم يتحضر للعديد من الأعمال يلي كشفها لموقعنا بمقابلة حملت كتير من المواضيع. تفاصيل بهالتقرير. جو، مثل ما حكينا انه على طول اغانيك هيك فيها طابع فرح وحياه، هل بيزعجك التعليقات اللي بتقول انه دائما انت عم تقدم تقريبا نفس النمط؟ لا ما بيزعجني، انا بعمل اللي بشوفه مناسب. عندك ناس بتحب وعندك ناس ما بتحب. هلا هيدي منا مثل الاشياء اللي قدمتها مؤخرا، هي بتشبه الاشياء اللي قدمتها باول مسيرتي. فلا اكيد عم بسمع، اكيد بسمعه وبحطهم بحساباتي، هو الاشياء اللي بسمعها، واكيد رح يكون في تنوع كثير هلا بالاعمال اللي جايه. كشفت انك عم تحضر لاعمال جاي، وكشفت كمان انك عم تحضر لعمل مع الفنان العراقي حاتم العراقي، خبرنا عنه. عامل اغنيه لها كمان شيء 4 سنوات مجهزين الاغنيه، بس مرقنا بظروف ما قدرنا ننزلها، وكورونا وقفت لنا هالاشياء كلها. الغنيه ان شاء الله بتبصر النور قريبا كمان. موزع وخالصة الغنية ومسجل صوتي حتى كمان. معقول نشوف جو أشقر المليء بالحياة والحيوية عم بغني لك أغنية عاطفية حزينة؟ حزينة ما بحس، عاطفية إيه، لأنه اللون الرومانسي بيلبق لي، إنما حزينة لا، ما بحب غني أشياء حزينة. جو، بين كل عمل وعمل عم بتقدمه بالفترة الماضية عم بيكون هيك في غيبة صغيرة، شو السبب؟ السبب الظروف لك يا الظروف اللي عم نعيش فيها، ظروف صعبة وما في راحة نفسية عم بتكون. عم جرب قد ما فيي اني كتر شوي الاعمال. هلا ان شاء الله من ابتداء من هالعمل هيدا رح تشوفوا في عندي حضور كثيف ان شاء الله. العديد من الفنانين هيك عم يطرحوا اعمال مشتركة، هل رح تتوجه بالفترة المقبلة لاعمال مشتركة مع فنانين؟ مش بعيدة الفكرة، اذا مشروع ديو يعني قصدك. ايه وردة اذا هي كله بيرجع للتراك اللي بالموضوع، يعني فكره الغنيه، اذا غنيه هي بتفرض حالها عليك انت تغنيها انت وشخص تاني، ممكن يكون بارتنر تبعك شاب، ممكن يكون بنت يعني. فاذا طلع موضوع في قفشه، في فكره على ضوء من خيط الفكره. هل معقول شي مره جو أشقر يفكر بالاعتزال عن الفن؟ ما بعتقد، لا. هيدا الصمود بظل المنافسات والأوضاع الصعبة هيك مخليك صامت، شو السبب؟ لأني مؤمن باللي أنا قدمته، مؤمن باللي عم بقدمه هلأ، ومؤمن باللي رح أقدمه بالمستقبل. فهيدا الشغف وهيدا حب العمل أنا عندي إياها بطبيعتي، وبعتبر أنه أنا لما وقفت شغلي يعني أنا انتهيت. فإن شاء الله بضلني بصحة جيدة تقدر ضلني أقدم أشياء. بدي منك هيك كلمة أخيرة للأشخاص اللي بيحبوك. للي بحبوني بقول لهم بهديكم اول شيء قلبي دق لها. للصبايا تحديدا هيدي غنية كتير بتشبه الصبايا الحلوين والمهضومين، بهديكم اياها. ولمتابعي موقع الفن كمان بقول لكم ترقبوا كل اخباري وكل جديد عبر موقع الفن. لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد.